يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه، تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. والحقيقه يمكن دخلنا في مرحله الجد، ولو كنا الحقيقه ما خرجناش منها، لكن كل ماتش بنقرب منه من بطوله كاس عالم الانديه بيتهيألي انه درجه التاهب والتحفز والاستعداد والتفكير والقلق والتوتر والفرحه، كل دي حقيقه كوكتيل مشاعر بنقرب مع كل مباراه الاهلي بياخدها. اعتقد انه بقول وقت الجد كمان لانه ما اعتقدش انه هيكون عندنا وقت كتير للتجارب. يعني مستر موسيماني بالتاكيد بيحاول يوصل للتوليفه الامثل او الانسب، يحاول يستخدم فيها كل الاوراق والنجوم المتاحه قدامه عشان يحضر نفسه لكاس العالم، سواء كنت بتكلم على الاسماء او كمان سواء كنت بتكلم على طريقه اللعب اللي بالتاكيد بتختلف، وكله في اطار التجارب. لكن هل انتهت مرحله التجارب ولا لسه شويه؟ ده اللي هنعرفه طبعا وهتوضح اجابته في خلال وقت بسيط جدا. ماتش الانتاج الحربي محطه مهمه جدا للاستعداد طبعا لكاس العالم للانديه، ومهم كمان نتكلم مع حضراتكم النهارده. هنتابع طبعا اخبار نادي الاهلي واخبار التمرين واخبار الفرقه واخبار المصابين، وكمان مهم جدا نتكلم على كاس العالم للانديه. العد التنازلي بدا 48 ساعه بتفصلنا عن استضافه كاس العالم لكره اليد. هم الاثنين جايين كاس عالم مع بعض، فعارفه كله داخل على كله. كاس العالم لكره اليد طبعا هتستضيفها مصر، وان شاء الله تكون بطوله ناجحه، وهنتابع مع حضراتكم بتفاصيل، لانه يمكن في اللحظات اللي بنقابل حضراتكم فيها او على مدار الساعه اللي جايه هيكون في اجتماع مهم جدا. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، هنتكلم على اخر المستجدات واخر القرارات المتعلقه طبعا، وخصوصا طبعا اللي يهمنا قوي نعرفها بشكل واضح وننقلها لحضراتكم، هي فكره الحضور الجماهيري. مساء الخير على حضراتكم مره ثانيه، ومساء الخير يا ساره. مساء الخير عليكي، دايما تصلحيني كده لما انت اللي دايما بتصلح لي والله. مساء الخير عليكم، مساء الخير على حضراتكم، حلقه جديده من برنامج السادسه. وفعلا يمكن الهدف الاهم الفتره دي والحدث الاهم بالنسبه لنا كلنا هو كاس العالم لكره اليد، وان هو بيقام على ارضنا. يمكن اللي مش مهتم قوي باللعبه دي هيكون في اهتمام كبير ان الحدث ده بيقام على ارضنا، وطبعا بنتمنى ان احنا نشوف منتخب مصر بيأدي افضل اداء عنده طبعا في النسخه دي، لانه معاه الحقيقه عامل الارض وعامل الجمهور. الصاله مش هتبقى فول او مش هتبقى كامله العدد من الجماهير، ولكن برضو حتى لو حضور بسيط للجماهير هيفرق جدا اكيد مع منتخبنا. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين النسخه المره دي اول مره تقام بالعدد ده من المنتخبات، طبعا كتير جدا و32 منتخب، واعتقد انه ان شاء الله هنشوف اداء مشرف وكلنا ثقه في المنتخب المصري. خلونا قبل ما ندخل اكتر في تفاصيل حلقتنا أفكر حضراتكم بسؤالنا، سؤال برنامج السادسة، وهما مين أفضل ثلاث لاعبين من وجهة نظر حضراتكم طبعا في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. تقدروا تشاركونا، سؤال موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا سواء الفيسبوك أو انستجرام أو تويتر، وتقدروا طبعا تقولوا لنا مين أفضل ثلاث لاعبين من وجهة نظر حضراتكم في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. النهاردة كمان هيكون لنا وقفة مع أكتر من بطولة مهمة، هيكون معنا لقطات من الدوري الإيطالي، وهيكون معنا على فكرة الدوري الإيطالي السنة دي يا جماعة، وأنا عارف إنه كتير ما بقاش بيتابع الدوري الكالتشو أو مهتم قوي بمتابعة الدوري الإيطالي، والناس أكتر بتروح للأسباني والإنجليزي، بس أنا الناس اللي بتحب الكورة الحلوة وبتحب المنافسة والندية بصرف النظر جزء كبير جدا من إثارة اللعبة وحب الناس اللي بتحب كرة القدم للماتشات متعلق بعنصر مهم جدا يمكن في أغلب الدوريات مش بيبقى موجود كتير، وهو الندية والإثارة. ده يمكن بيقدمه طبعا الدوري الإنجليزي بشكل واضح وصريح، وما بتفرقش لا اسم الفرقة ولا أسماء النجوم اللي فيها ولا ترتيبها في الدوري، كل مباراة ليها سيناريو مختلف تماما. لكن الدوري الإيطالي الحقيقة كمان بيقدم ده السنة دي، والنهاردة هيكون معانا واحدة من لقاءات القمة، هيكون معانا تفاصيل أكتر عن لقاء روما والإنتر ميلان. خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأهم الأخبار. برحب بحضراتكم مرة تانية، وأكيد عندنا كلام كتير قوي في حلقتنا النهاردة، بس خلوني أبدأ بأن أنا أطمن حضراتكم على الفريق، وأن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قال أنه بيتم تجهيز ملف طبي خاص بالفريق. الحقيقة النهاردة مفروض كان في تمرين للعيبة النهاردة، وكان في كلام كتير قوي بين موسيماني وبين اللعيبة، وكان في تقسيمة الحقيقة ومحاضرة عقدها موسيماني مع اللعيبة واتكلم عنهم معاهم أكتر عن الجانب الإيجابي، وإنه قد إيه المفروض نفسيتهم تبقى أو روحهم المعنوية تبقى عالية جدا الفترة دي، وإحنا داخلين على فترة كأس العالم للأندية غير طبعا مباريات الدوري. تتفق تختلف على مستوى أداء الأهلي في الفترة الأخيرة مع بداية انطلاقة الموسم، ولكن الحقيقة
المكسب بيجيب مكسب، ولغايه لما اللعيبه يحصل بينهم الانسجام ويقدروا يهضموا فكر وفلسفه وطريقه مستر موسيماني ويحصل حاله الانسجام كمان بينهم. خدوا بال حضراتكم يعني في لعيبه بتلعب جنب بعض لاول مره عدد كبير، يعني الفريق مش داخل عليه لعيب ولا اتنين، ده احنا بنتكلم على يمكن نص فرقه تقريبا دخلت على النادي الاهلي ولسه بيلعبوا مع بعض لاول مره، وبالتالي حاله الانسجام، لغه الكوره، لغه العيون اللي بتبقى مطلوبه، اللعيبه ما بتكلمش بعض في الملعب بس فاهمه مين بيتحرك فين ومين عايز ايه من اللعيب اللي جنبه، وازاي تظهر وازاي تستلم وازاي تتحرك، اللغه اللي مش مسموعه ولا مقريه دي لسه ما بقتش موجوده بشكل كبير، وان كنا نتمنى انها تحصل في اسرع وقت ممكن طبعا حاله الانسجام بين لعيبه النادي الاهلي، لانه على المستوى الفردي انا ما عنديش شك الحقيقه في قدرات نجوم النادي الاهلي في كل المراكز الحقيقه. حاله التدعيم اللي حصلت عليها فرقه النادي الاهلي وهم ابطال افريقيا اعتقد كانت يعني محترمه جدا واعتقد مؤثره جدا، وكل الاسماء اللي انضمت لفرقه النادي الاهلي ان شاء الله مع وجود حاله الانسجام ومع انه مستر موسيماني يقدر يستقر على التوليفه المناسبه وطريقه اللعب المناسبه هنشوف ان شاء الله باذن الله كوره احسن بكتير. لكن رغم كل ده خلينا نقول ان عروض النادي الاهلي لغايه النهارده مرضيه الى حد كبير، وخصوصا انه احنا ما فقدناش غير نقطتين بس في مشوار الدوري، وان شاء الله باذن الله تستمر مسيره الاهلي والفوز. طيب مستر موسيماني ركز على ايه النهارده في التمرين؟ ركز بشكل كبير جدا على الناحيه الخططيه، يعني على الناحيه البدنيه اعتقد انه الاهلي ما عندوش مشاكل بشكل كبير، لكن مستر موسيماني وقف التمرين اكتر من مره واتكلم وادى تعليمات لبعض اللعيبه سواء في الادوار اللي بتقوم بيها جوه الملعب او في تنفيذ جمل معينه، الراجل بيشتغل على التفاصيل بشكل كبير جدا وبيحفظ كل لعيب في كل مركز ايه الادوار المطلوبه، لان كل لاعب بيبقى ليه اكتر من دور في المباراه، وحسب سيناريو المباراه ممكن تتغير الادوار دي، يعني لو الاهلي متقدم من الوارد جدا يبقى في صلاحيات معينه للعيبه في خط الظهر وخط النص، لو الاهلي متاخر وارد جدا الصلاحيات دي او الادوار دي تختلف بشكل كبير جدا، فالراجل بيشتغل مع كل لعيب بشكل منفرد ومع كل مركز حسب متطلباته. وزي ما انت قلت يا احمد من اكتر الحاجات الحقيقه الايجابيه في مستر موسيماني هو انه يمكن قدر يرجع لعيبه معينه من الاعاره وطلب لعيبه بالاسم، وقدر يعمل توليفه مختلفه ويخلي في انسجام كبير بين اللعيبه. مع الوقت الانسجام ده يمكن هيزيد اكتر، ولكن من الاول من البدايه شفنا لعيبه كانت لسه يمكن اول مباراه ليها والثانيه، وبنشوفهم قد ايه بينسجموا بشكل سريع، وبنشوف جمل في الملعب محفوظه بين اللعيبه. واللي يقول ان موسيماني طبعا النادي الاهلي ارض خصبه الحقيقه لاي مدرب يجي يمسك النادي الاهلي هيلاقي فريق كبير ولاعيبه عندها مهارات عاليه، ولكن اللاعب المدرب ده قدر يتعامل مع كل لاعب على حده نفسيا وفنيا ويخلي كل لاعب يتطور. شفنا تطور على المستوى الفردي للعيبه وتطور كمان على المستوى الجماعي. طيب خلينا نوقف وهنرجع مره ثانيه، الحقيقه في كلام لسه معانا عن النادي الاهلي وعن كمان تحضيراته واستعداداته لكاس العالم للانديه، بس خلينا نقف بقى كاس العالم لكره اليد. هيكون معانا نائب رئيس تحرير جريده الاخبار الاستاذ شريف حنفي، وهو ايضا مسؤول عن اللجنه الاعلاميه لبطوله كاس العالم لكره اليد، هيكون معانا على التليفون نعرف اخر التطورات والاستعدادات والتجهيزات وكمان القرارات الخاصه بالبطوله من خلال مكالمتنا معاه. مساء الخير يا استاذ شريف. مساء الخير يا استاذ احمد، مساء الخير يا استاذه ساره، منورين ومتالقين كالعاده. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني يمكن كنت بقول في بدايه الحلقه طبعا احنا خلاص يومين ونبتدي بقى مشوار بطوله كاس العالم لليد، ان شاء الله تكون بطوله ناجحه وموفقه وان شاء الله منتخب مصر يشرفنا. يهمنا نعرف اخر التطورات، يعني كنت بقول قبل الهوا على طول انه مفترض انه في اجتماع هيجمع الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور اشرف صبحي، الدكتور حسن مصطفى عشان مناقشه التفاصيل او الرتوش الاخيره على بطولة كأس العالم، نعرف من حضرتك آخر التفاصيل. هو مبدئيا احنا مش لسه هندخل في البطولة، احنا دخلنا في البطولة. البطولة شغالة فعلا، اليابان وصلت من يوم 3 ولعبت ماتشين مع منتخب مصر، وكان المفروض البرازيل توصل، وبكرة ان شاء الله هيوصل 5 منتخبات، الارجنتين والبرتغال وايسلندا والكونغو، وبعد بكره هيوصل ان شاء الله، ده خبر برضه مصري، هيوصل كاس العالم لمصر مع الدنمارك، مع منتخب الدنمارك بطل العالم. وهيبقى في استعدادات خاصه طبعا لاستقباله، لان دي النسخه الاصليه من كاس العالم، ثمنها حوالي 500,000 يورو،
فطبعا هيتم بقى الاحتفاظ بيه في مكان امن لحد ما ان شاء الله ياخدوا البطل الجديد، ونتمنى ان شاء الله انه يبقى في مصر ما يمشيش تاني يعني. يا ريت طبعا، ده حلم كبير، واعتقد قمه نجاح تنظيم مصر البطوله ان منتخبنا الوطني يفوز بيها. طب فيما يتعلق بحضور الجماهير، يعني اخر حاجه عرفناها كانت قبل كده انه الساعه الخاصه بحضور الجماهير اللي هيتم السماح بيها ما بين 20% من ساعه كل الصالات، هل ما زلنا عند الرقم ده ولا في احتمال الموضوع يتغير؟ والله هو حاليا في اجتماع، هو في طبعا متابعه يوميه من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور اشرف صبحي هو رئيس اللجنه العليا للدكتور مصطفى مدبولي، والراجل الصراحه يوميا بيتابع مع اللجنه المنظمه المهندس هشام نصر والكابتن حسين لبيب وكل مجموعه العمل. في اجتماع حاليا دلوقتي واحنا بنتكلم مع حضرتك بيناقشوا فيه اخر تطورات موضوع الجمهور عشان ما نسبقش الاحداث، لان او نقول حاجه متوقعه ممكن تحصل. هو قبل الاجتماع في كان اخر نسبه للجمهور 20%. تمام. الاجتماع بقى ممكن الموضوع يمشي ازاي، ممكن ايه اللي يحصل؟ طبعا من معلومات بقى خارج الاجتماع ان طبعا في برضه بعض الفرق ليها تحفظات على موضوع الجمهور وبرضه قلق، رغم ان مصر بتنظم ابتكارات مصريه خاصه جدا في المونديال، فعلا فعلا هي حديث العالم. الكبسوله الطبيه فكره مصريه 100%. الكبسوله دي عباره عن فكره للعزل، انت بتعزل بيها الناس من اول بتستقبل الضيوف من باب الطياره، بتاخدهم بشكل عزل لحد فندق الاقامه المعزول تماما، اللي بيخش حاجه اسمها البابل. البابل ده حد لا حد يدخل فيه ولا يخرج منه. نظام الباب للباب ابتكار مصري 100%. الاحترازات الطبيه على اعلى مستوى، ومع هذا برضو طبعا حضرتك عارف ان مصر بتنظم بطوله في ظروف استثنائيه جدا. طبعا كورونا بعيدا عن اننا يمكن احنا بنواجهها بقلب جامد شويه. هي عامله بره رعب شويه، احنا يعني قول شويتين ثلاثه 10 قول زي ما انت عايز يعني. لكن هي عامله رعب حقيقي بره فعلا، ده حقيقي. بالظبط. والارقام بره الحقيقه مخيفه جدا ومفزعه جدا. فمن من المؤكد انك بتستقبل الناس وانت عارف انه في خلفيتهم او في يعني ذهنهم حالة قلق وتوتر كبير جدا من المشاركة في بطولة بتشارك فيها عدد كبير جدا من فرق العالم المختلف. والله يعني حضرتك لو يعني انا نفسي كل مصر والعالم يشوف اللي مصر عاملاه بصراحة، حاجة نفخر بيها قصاد العالم كله. ايوه. وملاعب على اعلى مستوى انا ما شفتش زيها في حياتي. انا راجل حضرت ثلاث بطولات عالم، عندنا في العاصمة الإدارية، عندنا في برج العرب، عندنا في صالة اكتوبر، عندنا في استاد القاهرة، اربع صالات عالمية على احدث سيستم عالمي. الاقامة، الاعاشة، الاستضافة، الاجراءات الطبية والاحترازية، يعني الواحد بس كان نفسه ان البطولة تبقى في ظروف عادية. بس هي في كل الظروف البطولة دي هتبقى مرجع لكل دول العالم، وحضرتك سجل الكلام ده لان التجربة المصرية كل الناس بتتابعها ويكفي. ده انا كنت لسه عايز اقول لحضرتك، يعني اذا كان الوضع بالصوره دي احنا عندنا 32 منتخب، وزي ما حضرتك قلت فكره الكبسوله الطبيه والعزل والاجراءات الاحترازيه والوقائيه، ده ممكن يكون نموذج مصر تصدره للعالم ويساهم بشكل كبير جدا في نجاح واستكمال عدد كبير جدا من البطولات اللي ممكن في القريب جدا تكون مهدده بالالغاء. يا استاذ احمد، ما فيش ولا بطوله في العالم من ساعه الكورونا كامله او تجمع كامل أقيمت، يعني يكفي إن اليابان وما أدراك ما اليابان تنصلت من، يعني تم تأجيل أولمبياد يعني طوكيو. أيوه، أولمبياد طوكيو تم تأجيلها سنة، والكلام هو زي ما أنت شايف وكالات الأنباء العالمية النسخة الجديدة بعد التأجيل في مهب الريح. فحضرتك اللي بيحصل في مصر ده الناس بتعتبره إعجاز، استضافة 32 دولة على فكرة. آخر نسخة قبل دي كانت 24 دولة بس، دي أول مرة في التاريخ تتعمل، يعني برضه من حظنا. كانت بتتعمل ب 24 نسخة، ب 24 منتخب. وآخر نسخة يكفي إن حضرتك تعرف بس إن كانت في ألمانيا والدنمارك مع بعض، يعني دولتين من أعظم دول العالم بيتقاسموا التنظيم ل 24 فريق. فتخيل حضرتك إن مصر الدولة الوحيدة، وبعد مصر يعني ده تصريح من رئيس أو خارج من الاتحاد الدولي، إن مفيش نسخة تانية هتشيلها دولة منفردة تماما. لا يقدر ويعكس قيمة مصر عند العالم والثقة اللي موجودة
والحد الحمد لله لحد دلوقتي كل الفرق مأكده الوصول. أيوة. ومفيش حد اعتذر للثقه برضو، هم عارفين هم برضو جايين فين. طب انا عايز اسال حضرتك برضو تطمنا على شكل منتخب مصر بعد المباريتين الوديتين اللي خدهم قدام منتخب اليابان. منتخب مصر يعني كره اليد حاجه تانية خالص، يعني هو هي هي هو هو كوكب مختلف عن الرياضه المصريه للامانه. ناس محترفه جدا، ناس شطار جدا. في المجموعه اللي بتتكلم في الاتحاد، المهندس هشام نصر، كابتن مؤمن صفا، كابتن علاء السيد، كابتن حسين لبيب، اللعيبه عارفه هي بتعمل ايه كويس، الكلام ده عن قرب، مركزين بيلموا نفسيهم. طبعا احنا منتخب مصر بطل افريقيا، اخر نسخه خدها من تونس في ارضها، بيشارك وهو كان المفروض يروح الاولمبياد. البرنامج بتاعه طبعا اتضرر جدا لان تم مثلا الغاء اكثر من 17 مباراه وديه تجريبيه. ايوه. الكورونا طبعا اضعفت برنامج اعداده، لان طبعا بس فيما يتعلق ببرنامج الاعداد استاذ شريف، ده يخص او يمس كل منتخبات العالم، يعني ده اثر على برامج الاعداد. لا، اوروبا بتلعب مع بعضها، خلي بالك. اوكي. يعني اوروبا يعني مثلا دوري ابطال اوروبا النسخه الاخيره كانت شغاله لحد لسه خلصانه من 4 أو 5 أيام. تمام. واخد بال حضرتك؟ لكن أوكي. احنا فيما يخصنا احنا لعبنا مع البحرين ولعبنا مع اليابان. ما شاء الله احنا عندنا المنتخب الحالي مندمج من 3 أجيال، الشباب ثالث العالم، عندنا الناشئين ابطال العالم، عندنا طبعا المنتخب الكبير الخبرات ممدوح هاشم والاحمر وعلي زين، مش عايز انسى حد لان كلهم نجوم كبار، يحيى خالد. توليفه محترمه. احنا ان شاء الله تجربة اليابان جاءت مطمئنة، الماتشين كسبنا فيهم، وبنأمل إن مع مباراة تشيلي مباراة قوية. الماتش الأول لينا في بداية البطولة. نعم. الماتش الأول لينا في بداية البطولة. إن شاء الله يوم الأربعاء الماتش الأول لينا. تشيلي مش فريق سهل، تشيلي فريق لعب نهائي أمريكا اللاتينية. نأمل إن إحنا إن شاء الله مستوانا يرتفع تدريجي مع البطولة. إن شاء الله. وبإذن الله نوصل يعني نوصل. هم مجموعة كرة اليد ما شاء الله كده كده نجوم، يعني آخر بطولة في ألمانيا والدنمارك كانت بطولة شرسة جدا وحققنا ثامن العالم. طب ما تقول لنا كده يا أستاذ شريف، يعني حفل الافتتاح البرنامج هيبقى ماشي إزاي؟ لأنه أكيد هيحظى باهتمام عالمي كبير جدا. حفل الافتتاح حتى الآن التنظيم مسنود لشركه كنديه متخصصه في الموضوع. ومصر بتتعامل مع الموضوع باحترافيه جدا، يعني كل حاجه ادي العيش لخبازه، الناس دي شطار في كذا، احنا بنعمل كذا. المهم ان حضرتك طبعا شفتي حفل القرعه بالزبط. حتى الان مسار حديث العالم فعلا، واتكتب عنه في انه من اقوى حفلات اللي تمت في تاريخ المونديال، وده يكفي يعني حقيقي. هو كان مبهر جدا طبعا. نعم، كان مبهر جدا يعني، وده واحد من مكاسب عندنا ما شاء الله. يعني انت لازم تستغل ده، يعني حدث مهم زي ده وتسليط الضوء عليه وكالات انباء والعالم كله بيتابع، لابد انك انت، وده واحد من مكاسب انك تستضيف البطوله، انك انت تسلط الضوء على مصر بمكانتها بتاريخها بواقعها وحاضرها الجديد اللي بتعيشه دلوقتي. بيتهيألي ده واحد من اهم مكاسب البطوله. هو فعلا مصر بتعيش في العصر الحالي نيو لوك حضاري غير عادي، يعني للامانه الواحد فخور بكل حاجه هو بيشوفها وكل حاجه بتحصل لقدام. الرئيس مدينا دفعه كبيره ومدي البطوله دفعه كبيره ومجمد قلبنا بصراحه، يعني كل حاجه احنا هنقدر. الناس كلها شغاله بقوه دفع قويه جدا. نتمنى ان شاء الله ان ربنا يكتب الخير للنسخه ال 27 من البطوله وتخرج بالشكل ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف حنفي، نائب رئيس تحرير جريده الاخبار. بشكرك وبعتذر جدا لضيق الوقت، واذا سمحت لنا زمايلي في فريق الاعداد هيتواصلوا مع حضرتك نعرف من حضرتك اخر التطورات، خصوصا كمان فيما يتعلق بالنسبه اللي هيتم اقرارها وهيتم الموافقه عليها فيما يتعلق ب الحضور الجماهيري. كنت بقول لساره من شويه انه المكسب بيجيب مكسب والاحسن بيجيب احسن، يعني لما تعودنا نشوف
حفلات مبهرة، تنظيم قرعة على مستوى عالمي، بطولة أفريقيا اللي استضافتها مصر واتنقلت للعالم وكل العالم أشاد بيها وقال دي كاس عالم مصغرة، خلاص ده بقى المينيمم كواليتي، ده الحد الأدنى لمعايير جودة أي حدث بتنظمه مصر. عشان كده مستنيين كمان اللي جاي يكون أحسن ويكون الحقيقة انعكاس لتطور كبير جدا بتشهده مصر، خصوصا فيما يتعلق كمان وإحنا بنتكلم على الرياضة في الأحداث الرياضية. يعني عادي مع حضراتكم سريعا بقى على اهم اخبار النهارده. نعدي على اهم اخبار النهارده، وخليني بس اقول لك كمان على عايز اكلمك على برشلونه. انه الحقيقه برشلونه قدم واحده من افضل مبارياته الموسم ده، ويمكن كان امبارح فوزه على غرناطه او غرناطه باربع اهداف لصفر، يعني كان طبعا حاجه كبيره جدا. يمكن الفوز الرابع لبرشلونه على التوالي خارج الكامنو، وميسي اللي جاب هدفين يا احمد ركز عشان انت ميسي مش عارفه في ايه بينك وبينه. ميسي كل جاب خير هدفين والله. كل خير. ايوه، وجريزمان جاب هدفين، وميسي الحقيقه بقى في صداره هدافي الليجا او الدوري الاسباني ب 11 هدف. الحقيقه في متعه كرويه كنا بنشوفها امبارح من نادي برشلونه، يمكن كان الفريق الثاني بدأ المباراه وهو يعني مسيطر شويه وكان هيجيب الحقيقه هدف بدري، ولكن قدر تيرشتايجن ان هو طبعا يلحق برشلونه ويلحق مرمى برشلونه، وبعد كده طبعا قدر برشلونه ان هو يفوز باربع اهداف. وبالرغم ان ميسي بيقدم يمكن بالارقام مش افضل مواسم ليه، يمكن اسوأ موسم، ولكن هو لسه الافضل ولسه الحقيقه بيكتب تاريخ وبيعمل متعه كبيره، بيقدم متعه كبيره قوي لكل مشاهدي كره القدم. ودلوقتي خلاص برشلونه في المركز الثالث بعد اتلتيكو مدريد، وريال مدريد رجع للمنافسه. طيب انا طبعا يعني اعتقد كل الفرق كل الناس اللي بتشجع برشلونه يهمها ميسي يكون في احسن حالاته بالضبط. بس انت في الفتره الاخيره كنت تقولي انه ده ميسي اللي احنا نعرفه. طبعا. كان بعيد، تقولي كان محبط، كان متضايق، كان بره الفورمه، كان بعيد عن المشاكل اللي حصلت دي. طبعا ده كله كان ليه تاثير، لكن في جميع الاحوال وجود ميسي في فورمه عاليه يفيد ويخدم طبعا برشلونه وكل اللي بيشجعهم. طيب اخبار فرقتنا النهارده ايه؟ خليني اقول لحضراتكم الاول، مروان الحمد لله اتعمل مسحه، والمسحه كشفت انه الحمد لله سلبي كورونا، ولكن الجهاز الطبي عشان يطمئن زياده هيتم اجراء مسحه ثانيه بكره لمروان محسن، يتاكد من بعدها شفائه ويبتدي ينضم للتدريبات الجماعيه. هو يمكن على هامش تمرينه النهارده كان يمكن موجود في الجيم كده في برنامج تاهيلي، والف حمد لله على السلامه. طيب من الواضح ان اتحاد الكره المصري بعد ما شاف تجربه موسيماني الحقيقه مع النادي الاهلي، وان موسيماني قدر يحقق الثلاثيه طبعا بنتكلم على الدوري ودوري ابطال افريقيا وكمان كاس مصر، من الواضح ان هو بيدرس ان هو يستعين بخبيره من جنوب افريقيا في كره القدم النسائيه علشان يكون في تطوير في كره القدم النسائيه في مصر. انا بيتهيالي انه ليه لا، يعني دايما ابحثي عن الخبره. احنا طبعا انا ملف كره القدم النسائيه في مصر يعني ما عنديش تفاصيل كتيره جدا بيه، بس كل اعرفه انه جنوب افريقيا متطوره جدا ومتقدمه جدا في ملف الكره النسائيه، يعني عندهم انجازات كويسه والفرق بتاعتهم بتحقق تابعت قبل كده مباراه كره نسائيه؟ شفت ماتش مؤخرا، بس مش عارف الماتش ده كان جديد ولا ريران يعني ولا اعاده لماتش اتلعب قبل كده، كان بين منتخب مصر ومنتخب لبنان. لا ده جديد، ده جديد. كان جديد. والحقيقه يمكن يعني انا شايف بشكل عام ان الكره النسائيه تطورت تطور كبير جدا عن بداياتها. ما تتريقش يعني، اصل هم كانوا بيلعبوا لعبه مختلفه تماما الحقيقه. يا احمد لا ما تتريقش، يعني لا. هي كانت بتقال عليها كره القدم النسائيه، بس هي لعبه لا تموت لكره القدم بصله. والله انا لكن شايفه، لا والله بجد شفت يعني شفت في منتخب مصر بنات بتلعب كره حلوه جدا، وشفت جداً. في لبنان ولبنان كان في برضه منتخب لبنان، ويمكن وقتها كان لبنان لازم يكونوا بيلعبوا كره قدم، ومصر طبعا مصر اهم من لبنان يا احمد. لا طبعاً يمكن طبعاً. يمكن انا بتكلم على الكوره، خليني اقول لك يمكن احنا الماتش ده خسرناه بالمناسبه، اللي انا شفته احنا خسرناه. ايوه يعني صح، يعني خسرنا 3-2 اعتقد. صح، دي كانت جديده فعلا، بس خلينا يعني برضو احنا لينا رساله. يمكن وقتها كان حصل تنمر بشكل كبير على السوشيال ميديا على منتخب مصر للسيدات، وكان في كلام مش حلو ابدا، او يمكن مش في الثقافه بتاعتنا قوي ان احنا نشوف ست بتلعب كره قدم، فده بيخلي الناس شويه تهزر وتتريق. حقيقي. ما هو انا بس بحاول ابرر ليه ممكن يكون كان في التنمر ده او الكلام ده، بس ده ما ينفعش ابدا يحصل، لان الناس دي ليها بتشوف التعليقات وليها اهل بيشوفوا التعليقات، وده غير مقبول تماما. بصي السوشيال ميديا في حد ذاتها ما اقدرش احكم عليها، ومش معنى ان في قله او في ناس ولا اعدادها اقل، وبالتاكيد هي مش اغلبيه،
عملت الفعل ده، مش هقدر اعمم ولا اقول انه ده قاعده او دي اغلبيه، بس انا عايز اقول لك انه حتى في الصعيد اللي يبان فيه فكره انه مجرد ان البنت تمارس رياضه شيء ممكن يكون خارج عن المألوف، لا الصوره اتغيرت جدا دلوقتي. والنهارده فعلا الحقيقه في كل مكان في الصعيد البنت بتلعب رياضه وبتلعب كره قدم، وفي كتير جدا من ال ايوه كده شجع لا ده حقيقي يعني. انا بنقل لك واقع، مش ده مش راي ومش وجهه نظر، دي معلومه مؤكده انه في حرص كبير جدا انه في كل حته في مصر البنت تلعب رياضه وتتفوق فيها. وكل ما الدوله بتبقى مهتمه بانه يكون في مساحه ويبقى في بنيه تحتيه وفي ملاعب وفي كوادر تدرب وتكتشف، كل ما بتدي مساحه اكتر للمجتمع انه يغير من افكار كتيره كانت تحت اسم العادات والتقاليد ثابته وما حدش بيقدر يكسرها او يخرج عليها، لكن في حاجات كتير جدا اتغيرت. وقتها الموضوع فعلا كان بزياده جدا يا احمد، لدرجه ان في منتخب من المنتخبات انا مش فاكره هو كان منتخب ايه، بس طلع بيان ان هو بيدعم نساء منتخب مصر لكره القدم ضد التنمر يعني. لكن عموما برضو لسه قدامنا كتير يعني، اللي انا شفته بيقول انه كرة القدم النسائية بشكل عام قدامها لسه شوية عشان تبقى كرة قدم حقيقية، يعني في حاجات كتيرة جدا محتاجة انها تتغير. بس اعتقد انه بما انه جنوب افريقيا دولة متقدمة، طب ما احنا عندنا تجربة الاهلي مع موسيماني، يعني الراجل الحقيقة الاهلي راهن وعمل تجربة يمكن تكون الاولى من نوعها على مستوى قارة افريقيا، والتجربة لغاية النهاردة ناجحة، واعتقد كمان واتمنى لها ان شاء الله انها تكون مشوار جديد من النجاح. بطولة العالم لكرة اليد زي ما قلنا لحضراتكم خمس منتخبات ان شاء الله توصل القاهره بكره عشان تشارك في كاس العالم لليابان، منها الارجنتين، البرتغال، ايسلندا، الكونغو، وبيلاروسيا. بالظبط كده، دول هيوصلوا بكره ان شاء الله. واتمنى يعني طبعا رهان كبير على الجماهير اللي هتحضر في نجاح البطوله، لان هم جزء اساسي من نجاح اي محفل رياضي، يعني سواء كنا بنتكلم على حفله الافتتاح، سواء كنا بنتكلم على ماتشات، طبعا ماتشات منتخب مصر الكلام يعني منتهي فيها، لكن انا بقصد كمان الماتشات اللي مش هيكون موجود فيها منتخب مصر. عندنا 32 منتخب من اقوى منتخبات العالم، نتمنى ان شاء الله كمان انه في الماتشات دي يكون في حضور جماهيري مبهج نمره واحد بصرف النظر حتى عن مين يكسب ومين يخسر، لكن انا بيتهيالي انه الجماهير في المدرجات روح حياه. اللي اتعلمناه درس اساسي من ازمه كورونا انه الرياضه ايا كانت هي ايه، مش بس كره القدم، ايا كانت هي ايه، ايا كان حجم الفرق اللي بتلعب او المنتخبات اللي بتادي او النجوم اللي موجوده في الملعب، بدون جمهور تحس انه المباراه خاليه من الروح، ما فيهاش اي اثاره او نديه، اشبه كده بتمرينه او تقسيمه بدون متعه، متعه المنافسه والرياضه اللي احنا تعودنا عليها لسنين طويله. وانا الحقيقه متاكده ان احنا هنشوف تنظيم كبير قوي لبطوله كاس العالم لكره اليد على ارض مصر بعد اللي شفناه في القرعه وبعد اللي شفناه الحقيقه في افريقيا، بغض النظر عن ادائنا احنا كمنتخب مصر في بطوله افريقيا، ولكن كان حفل الافتتاح حاجه مبهره جدا، قعدت الناس والصحف العالميه والعالم كله يتكلم عليها لفتره كبيره قوي، وبقينا فخورين باي حدث بيحصل على ارض مصر عشان بنبقى عارفين ان هو هيطلع بافضل شكل ممكن. هي البطوله دي كان ناقصها بس ان المنتخب يتوج بيها، يعني بتهيألي ان البطوله دي صحيح احنا ابطال او اصحاب الرقم القياسي في فوز ببطولات افريقيا، لكن البطوله دي كان هيبقى ليها طعم تاني، لان البطوله كانت ناجحه على كل المستويات، كان ينقصنا بس نجاح منتخبنا في التتويج، لكن للاسف ده ما حصلش. نتمنى منتخب اليد يعوضنا وعلى الاقل تقدير عشان ما نحملوش فوق طاقته، فرق كبير جدا بين بطوله قاريه وبطوله عالميه، لكن على الاقل تقدير نوصل مربع ذهبي، اعتقد ده هيرضي طموح المصريين بشكل كبير. فاصل ونرجع لحضراتكم انا وساره مره تانية في السادسه.
الكورة في أوروبا وخصوصا للميركاتو، لما يبقى الأمر متعلق بمحمد صلاح لازم نعرف آخر التفاصيل والتطورات، خصوصا أنه زي ما بيقول مثلا عندنا فيش دخان من غير نار. كلام كتير جدا وتقارير طلعت في وأخبار طلعت في الصحف العالمية بتتكلم على توتر علاقة ما بين ليفربول وما بين محمد صلاح، أنباء عن اهتمام ريال مدريد، رغبة صلاح نفسها رايحة لفين، مين ممكن يكون بديل محتمل لمو صلاح في ليفربول، هل ممكن يكون موسى ديابي لاعب باير ليفركوزن ولا يكون كيليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان. كل دي كلام أو كل دي قصص وحكايات تتكلم عليها وسائل الصحف وسائل الإعلام والصحف العالمية. هنعرف أكتر من خلال الفيديو كونفرنس مع التونسي محمد أمين كناني الصحفي بشبكة سكاي سبورتس العالمية. مساء الخير محمد وأهلا بيك معانا على شاشة الأهلي. مرحبا بك أخي أحمد ومرحبا بكافة متابعي قناة الأهلي. أهلا بيك. يعني في البداية هبتدي مع نجمنا المصري، أنا عايز أعرف الأول أنت على المستوى الشخصي إيه أكتر الدوريات اللي بتكون حريص على متابعتها، ومين هو فريقك ونجمك المفضل؟ يعني أنا متابع وفي نادي بايرن ميونخ بحكم أني مقيم في مدينة ميونخ وأني منذ الصغر متابع وفي للبافاري، إضافة إلى متابعتي للدوري الإنجليزي بحكم أنه شغلنا اليومي يعتبر الدوري الألماني والدوري الإنجليزي وكأس رابطة الأبطال الأوروبية. عظيم. يمكن هيكون أما فيما يخص نجمي المفضل فيعتبر روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم هو نجمي المفضل، نجم البايرن طبعا. طيب خليني أبتدي بالنجم المصري محمد صلاح الأول وأعرف منك آخر التطورات فيما يتعلق باستمراره مع ليفربول أو انتقاله لأحد الأندية، وسمعنا في السياق ده عن اهتمام أكتر من نادي باستقدام محمد صلاح ليه، زي مثلا الإعلان عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مو صلاح. إيه هي آخر التطورات وآخر الأخبار بالنسبة لك؟ محمد صلاح كان أبدأ في المدة الأخيرة وكان قال كم من مرة أنه غير راضي على الوضع الحالي اللي مر به في ليفربول، لكن هذا الكل لا علاقة له بشأن أو بآخر، حيث أبدت عديد الأندية الأوروبية رغبتها في التعاقد مع محمد صلاح. شخصيا أعتبره في السنة هذه شيء مستحيل، لأن محمد صلاح يربطه عقد بنادي ليفربول، وأجرة محمد صلاح والقيمة التسويقية لمحمد صلاح تعتبر أيضا قيمة تسويقية مرتفعة، ولا نادي حاليا قادر أنه ينتدب محمد صلاح. على سبيل المثال في الصحافة كان قرينا في عديد الجرائد الإسبانية أنه نادي برشلونة يرغب في انتداب محمد صلاح، وهذا شيء يعتبر مستحيل نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تمر بها جل الفرق الأوروبية. القيمة التسويقية لمحمد صلاح تتجاوز 100 مليون يورو، وسوق الانتدابات السنة هذه بحكم فيروس كورونا اختلفت عن السنوات الفارطة، حيث لم نشهد انتدابات في قيمة 80-90 مليون يورو، وانتداب محمد صلاح مكلف. لذلك أنا أعتبره من الصعب أنه فما فريق أوروبي قادر حاليا على انتداب محمد صلاح أو على انتداب أيضا كيليان مبابي، لأنه ريال مدريد في الفترة الأخيرة قرينا عديد التقارير تقول أنه ريال مدريد قريب من التعاقد مع كيليان مبابي أو عودة نيمار إلى برشلونة أو كذا وكذا، وهذه تعتبر أخبار يعني الجرائد تحاول في بعض الأحيان بيع بعض الأخبار وبعض الأوهام للجماهير الرياضية، لكن ماديا يعني وواقعيا تعتبر هذه الأشياء مستحيلة نوعا ما. بمناسبة كلامك عن كيليان مبابي، هو كان كمان في واحد من التقارير والأخبار اللي اتكلمت على أنه مبابي هو البديل الأقرب لمحمد صلاح في ليفربول، وأنه ليفربول مهتم بمبابي في حالة رحيل صلاح. ايه صحة هذه الأخبار، وفي من وجهة نظرك ايه ممكن يكون البديل، يعني او مين ممكن يكون بديل انسب في حالة رحيل محمد صلاح عن ليفربول؟ اولا اخي العزيز، ليفربول غير مستعد في التفريط في احد نجومه، هذا شيء مؤكد، لانه حتى وان كانت العلاقة متوترة نوعا ما الا انه يورجن كلوب بفضل اسلوبه بفضل شخصيته قادر انه بالعامية يعني يريض ويحسن الأجواء مع اللاعبين، وليفربول غير قادر وغير مستعد في بيع أو التفويض في محمد صلاح أو ساديو ماني اللي كان أيضا اسمه ارتبط بريال مدريد الصيفية الفارتة أو فيرمينو. إضافة إلى أنه لاعبي ليفربول
أنا أقول دائما هناك مثال فيليبي كوتينيو خير مثال للاعب ليفربول، حيث كان نجم في فريق ليفربول ثم انتقل بمبلغ 140 مليون يورو إلى فريق برشلونة ليكون خيار ثاني في برشلونة، ثم تم إعارته لبايرن ميونخ ثم العودة من الإعارة، وإلى الآن فيليبي كوتينيو لم يجد نفسه في ليفربول في برشلونة. برشلونة عفوا. فاللاعب لاعب كما محمد صلاح، لاعب ذكي ونجم، يعني النجم الأول لفريق ليفربول دعنا نقوله. ومحمد صلاح غير مستعد أنه يخوض تجربة جديدة يمكن الشك يكون كبير في نشاحها، لأنه لما يغادر نحو برشلونة أو نحو ريال مدريد محمد صلاح لن يكون النجم الأول إلى جانب ميسي أو إلى جانب سيرجيو راموس أو النجوم الآخرين لنادي ريال مدريد. طيب بمناسبة كلامنا عن صلاح، وإن كنت الحقيقة كمان أفهم أنه لما يبقى في نادي مهتم بالتمسك أو متمسك بلاعب، خصوصا لما يكون في قيمة وقدر لاعب زي محمد صلاح، تبقى التصريحات ماشية في الإطار ده. لكن بنسمع تصريحات طالعة من ليفربول أنه الأولوية ليست التجديد لمحمد صلاح، وأنت تعلم حتى من الناحية الاقتصادية أنه محمد صلاح يعتبر يعني صفقة كبيرة جدا لأي نادي في أوروبا، ومتوقع أنه حتى في حالة قرار ليفربول بيعه أنه يكون ليه مردود مادي كبير جدا على خزينة النادي. لكن أغلب التصريحات بتطلع أنه الأولوية هي التجديد لفيرجيل فان دايك أو التجديد لساديو ماني أو حتى التجديد لفينالدوم الهولندي لاعب خط الوسط في ليفربول، وده ممكن يكون في أوقات كتيرة جدا بالنسبة لجماهير الريدز يعني مش مفهوم أو مقبول. طبعا لأنه محمد صلاح يعتبر النجم الأول للفريق. محمد صلاح السنة الفارطة كان حاسم وكان واحد من نجوم اللي ساهموا أنه ليفربول يحقق بطولة أنجلترا، والسنة قبل الفارطة أنه يحقق كأس رابطة الأبطال الأوروبية، وهذا شيء غير مفهوم كيف أنه فريق ليفربول يحاول يجدد عقد ساديو ماني أو فان دايك أو فابينو، ومن جهة أخرى لا يحاول أن يجدد عقد النجم الأول للفريق محمد صلاح. هذا شيء مفهوم، والجماهير أبدت والجماهير ترغب ايضا انه محمد صلاح يتم تجديد عقده في اقرب فرصه، لانه الى حد هذه الساعه هو الهدف الاول للفريق وهو النجم الاول للفريق. صحيح، وحتى يمكن في اغلب الظن انه اذا قررت الاداره بيع محمد صلاح اعتقد انها تواجه بثوره وغضب عارم من جماهير الريدز زي ما حصل كده بعد اعلان ميسي لنهايه مشواره مع البارسا. سريعا جدا وفي اجابات سريعه، هل يرحل ديفيد ألابا من بايرن ميونخ ليتجه الى ريال مدريد، أو ولا هذه الأخبار غير مؤكدة حتى اللحظة؟ ريال مدريد يعتبر لألابا خيار من جملة 5 أو 6 خيارات، لأنه ريال مدريد إضافة إلى ليفربول، برشلونة، مانشستر سيتي، ويوفنتوس تورين وتشيلسي أحد الخيارات وأحد الأندية التي عبرت عن رغبتها في التعاقد مع ديفيد ألابا. صحيفة ماركا الإسبانية كان كتبت الأسبوع الفارط أنه ألابا قريب من نادي ريال مدريد، الشيء الذي أعتبره صعب نوعا ما، لأنه لحد هذه الساعة الريال لم يتحدث مع البايرن ميونخ، إضافة إلى أن ريال مدريد يستعمل ألابا كبوكر من أجل الضغط على سيرجيو راموس من أجل تجديد عقده. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا زميل محمد أمين كناني الصحفي بسكاي سبورتس العالمية، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة. وناخد حضراتكم زي ما قلت لكم النهاردة معنا ماتشين في مباراة الأول حقيقة بشوفها واحدة يمكن من أمتع الماتشات في الدوري الإيطالي في الفترة الأخيرة، المباراة اللي أقيمت النهاردة بين روما أس روما وبين إنتر ميلان، واللي انتهت بالتعادل 2-2. الحقيقه الماتش ده يمكن كان فيه 4 أهداف. هو النهارده الماتشات اللي معانا كلها سواء ايطالي او انجليزي ضربات الراس هي النجم فيها. ده الهدف الاول لروما، الهدف ده الحقيقه كان صناعه ميختاريان ومع جاكو، وقدر بيليجريني ان هو من خلال تسديده يمكن الجون كان بيتفرج عليها زي ما حضراتكم شفتوا يحرز اولى الاهداف لرد فعل كونتي اللي ما زالت علاقته مع الانتر غير مستقرة، علاقة متوترة. صحيح الانتر كان ماشي كويس في الفترة الأخيرة، لكن التعادل ده طبعا هيأثر على مشواره. بالمناسبة الانتر بيحتل المركز أو الترتيب الثاني حاليا في الدوري. ده الهدف الأول أو هدف التعادل للانتر اللي حضراتكم شايفينه، وده اللي أحرزه سكرينيار طبعا بعد ركنية بروزوفيتش أشرف حكيمي، هدف بلياردو زي ما بيقولوا كده.
في العرضة وفي القائم الشمال، وبعد كده في الشبكة أشرف حكيمي اللي قدم مشوار أكتر من رائع. طبعا بدايته كانت مع الريال، وبعد كده دورتموند قدم مشوار أكتر من رائع مع دورتموند، وبعد كده انتقل لإنتر ميلان زي ما حضراتكم شايفين في الثمانيات زي ما بيقولوا. هدف رائع بضربة راس بعد ما تقدم الإنتر 2-1 خطف. وعلى فكرة دايما 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 الحركة في الكرات العرضية هي دايما مصدر الخطورة، سواء الكرة المرفوعة من حركة أو التحرك داخل منطقة الجزاء عشان تضرب الكرة، دايما دي بتكون مصادر الخطورة. أما اللي على الواقف ده يمكن اللي بيكون فيه صعوبة شوية. هنروح للمان يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، والمان يونايتد السنة دي مقدم موسم ما هواش المان يونايتد اللي احنا نعرفه، ما هواش فرقة راين جيجز وبوست كولز وديفيد بيكهام ودوايت يورك، وطبعا بقيادة العملاق والأسطورة فيركسون، لكن يونايتد بيرجع. ده طبعا ماكتوميني اللي احرز هدف المباراه الوحيد من ضربه راس صعبه جدا. خدوا بال حضراتكم الزاويه اللي استقبل بيها الكوره، زي ما حضراتكم شايفين يمكن الزاويه دي توضحها، الزاويه اللي استقبل بيها كره ضربه راس صعبه 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 بكل المقاييس. والمباراه دي كان فيها هجوم متبادل من الفرقتين بشكل عنيف. يعني الماتش ده حضراتكم في اكتر من هو بالظبط مش اكتر، هم 37 تسديده على المرميين. يعني سواء واتفورد أو مانشستر يونايتد خلال ال 90 دقيقة عملوا 37 تسديدة على المرمى. يعني احنا بنتكلم تقريبا في 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 عدد كبير، رغم طبعا تألق حراس المرمى، لكن في النهاية المباراة انتهت بنتيجة 1-0 لصالح المان يونايتد في دور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي. هنسيب بحضراتكم واحنا قريب ان شاء الله باذن الله طبعا هندخل في تفاصيل اعمق في منافسي الاهلي في مشواره الافريقي، سواء سيمبا التنزاني، فيتا كلوب الكونغولي او المريخ السوداني. احنا هنسيب حضراتكم دلوقتي مع تقرير يوضح تاريخ مواجهات الاهلي مع المريخ السوداني. اللي من حظ الاهلي ان هو تواجه معاه ثلاث مواجهات، مرتين في دوري ابطال افريقيا ومره في دوري او بطوله كاس كؤوس الإفريقية، تمانينات تسعينات 2002، ست مواجهات كان من نصيب الأهلي الفوز في خمسة والخسارة مرة واحدة. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم في السادسة بعد الفاصل. أولى مباراة كأس أفريقيا للأندية الأبطال بين فريق المريخ السوداني والنادي الأهلي. يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المريخ السوداني في إطار الجولة الأولى من منافسات مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بحسب ما أسفرت عنه القرعة التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بالقاهرة. بطل القرن وحامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة القارية لعب أمام المريخ السوداني ست مباريات سابقة بواقع أربع مواجهات في دوري الأبطال نسختي 1983 و2002 وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في نسخة 1993. ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في أربع مواجهات، وكان التعادل حاضرا في مواجهة واحدة فيما خسر مباراة واحدة. استاد القاهرة بنبدأ لكم أولى مباراة كأس أفريقيا للأندية الأبطال بين فريق المريخ السوداني الشقيق والنادي الأهلي. ويعد فريق المريخ أول فرق السودان التي واجهت الأهلي في مختلف البطولات الإفريقية، وتحديدا في نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله الكابتن محمود الخطيب هداف الأهلي التاريخي في البطولات الإفريقية رئيس النادي الأهلي الحالي. الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الشياطين الحمر الذي فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره، كما يعتبر المريخ أول فريق سوداني يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلي في دوري الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائي البطولة. مواجهات أبناء قلعة الجزيرة أمام فرق السودان في البطولات الإفريقية بلغت 14 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 7 مباريات وتلقى 3 هزائم، فيما انتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل.
ونجح خط هجوم النادي الأهلي في زيارة شباك الفرق السودانية في 18 مناسبة، واهتزت شباكه في 11 مناسبة. آخر مواجهات الأهلي أمام الأندية السودانية كانت مطلع فبراير من العام المنقضي 2020 أمام غريم المريخ التاريخي نادي الهلال لحساب الجولة السادسة لمجموعات الشامبيونز ليج الإفريقي في نسختها الماضية، وانتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله. برحب بحضراتكم مرة تانية، ومنورني الحقيقة في الاستوديو كابتن عبد الله جلال نجم الأهلي السابق اللي دايما بينورنا وبيمتعنا في الكلام بالكلام عن كرة القدم، وعندنا كلام كتير قوي عن طبعا النادي الأهلي الفترة دي والفترة اللي جاية والمسابقات اللي جاية. برحب بيك منورني يا كابتن. أهلا وسهلا بحضراتكم والسادة المشاهدين. كنت بتقول إيه على الصورة؟ لا كان في صوره كده ليا مع ميسي، بس للاسف اللي خد اللقطه ملحقش يجيب. الكره وقفت عند وشي كده. منورنا طبعا يا كابتن. وخلينا نتكلم كده، نبدا من مباراه الانتاج اللي هي يوم الثلاثاء ان شاء الله، وتقولي شايف المباراه دي فنيا ازاي، وازاي موسيماني هيتعامل معاها. يعني هو في البدايه يعني طبعا النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته سواء على مستوى البطولات اللي بيشارك فيها الفتره اللي فاتت، وطبعا بنهنيه وبنهني النادي الاهلي وبنهني جماهيره طبعا بالبطولات بالثلاثيه. يعني طبعا النادي الاهلي ومستر موسيماني مركزين جدا في كل مباراه بياخدوها على حده، لان طبعا الفتره اللي فاتت كان في اصابات، سواء اصابات عضليه او اصابات بسبب كورونا. فكل ده بيحصل لخبطه عند المدير الفني وعند الجهاز الفني في ان انت تحط تشكيل معين او قوام معين للفريق ممكن اقدر احافظ عليه ويبقى فيه ثبات كمان في سواء في التشكيل او في الاداء. فالفتره اللي جايه دي مستر موسيماني طبعا على قد ما بنشوف يعني او احنا بنشوف الفتره اللي فاتت ان هو بيحاول يظهر جوانب فنيه عند بعض اللعيبه في مراكز مش بتاعتها. يعني الماتش اللي فات ماتش سيراميكا اكرم كان في نص الملعب وبعد كده بقى يلعب باك رايت واجاد فيه وادى بشكل كويس جدا. يعني الماتش اللي قبله كان احمد رمضان بيكهام. فكل ده من العناصر اللي هي بتبقى متاحه للمدير الفني ان هو يقدر يبقى عنده مرونه سواء في التشكيل الاساسي او حتى على دكه الاحتياط، ان انا ممكن استعين باي حد في اي وقت من الاوقات. الحاجه الثانيه ان شاء الله يعني ممكن يكون ممكن التاثيرات زي ما بنقول الاصابات هي اللي ممكن تاثر على التشكيل. يعني احنا عندنا مثلا علي معلول اصابه من الماتش اللي فات وظهر النهارده، يمكن التقرير الطبي بيقول بنسبه 70 او 80% ان هو مش هيلحق الماتش اللي جاي. وجانب كمان ان محمود وحيد راجع من اصابه، برجح ان ممكن يحصل بس تغييره بسيطه ان ايمن اشرف يروح ناحيه الشمال مكان علي معلول ويؤدي فيها كويس، لان لعب فيها كذا ماتش وبرده هو ده مكانه الاساسي برده. ويخش مكانه ياسر ابراهيم او سعد سمير لو متاح برده بشكل فني في المكان ده. واي حد هيلعب في التوقيت ده مع النادي الاهلي برضو بيقدر يؤدي سواء في مركزه او غير مركزه. التغييرات دي كلها انا يعني حتى انا شايف ما بتاثرش بشكل كبير قوي على اداء النادي الاهلي او حتى على التشكيل نفسه، لان طريقه اللعب ممكن تتغير في وقت من الاوقات، لكن الاداء بيفضل برضو في يمكن فعلا موسيماني بيتكلم انه الاصابات واصابات كورونا او الاصابات الثانيه بتجبره على ان هو يغير تشكيله اللعب يمكن كل مباراه عن الثانيه، بس فعلا بتلاقي في الاخر انه الاداء المستوى مش بيتغير بشكل كبير عن المباراه اللي قبلها. بس لازم اسالك على رايك في ظهور والتر بواليا الاول مع النادي الاهلي في المباراه اللي فاتت. والله انا شايف بمجمل يعني ظهور جيد. احنا برضو ما نقدرش نحكم طبعا لسه من اول مباراه، ولكن دي اول مباراه يعني ما اقدرش احكم عليه، لان برضو لازم ياخد فرصته. طبعا الفرصه دايما بنقولها سواء على المدير الفني لما بيجي يمسك اي فرقه زيه زي اللعيب برضو اللي بيبقى لسه جديد، انا ما اقدرش احكم عليه. ممكن اديله مثلا ماتشين ثلاثه، ومش معنى حتى لو كان ظهر في ماتش سيراميكا وهدف سواء هدف او اثنين او حتى جاب هاتريك ما اقدرش برضو احكم عليه واقول ان ده هو ده اللعيب اللي هو خلاص 100% بقى راس الحربه بتاع النادي الاهلي او راس الحربه الاساسي بتاع الفرق، لان في وقت من الاوقات بيبقى اللعيب بيبقى في اول حاجه بيلعب بالدافعيه او الحاله النفسيه وعنده نشوه وعنده رغبه ان هو يبقى يثبت نفسه.
هل الرغبه دي ممكن تستمر او الاراده بتاعت الرغبه بتاعته ممكن تستمر ممكن ماتش ماتشين ثلاثه؟ دي راجعه للاعيب. لو فيها استمراريه هقدر اقول لك بعد كده احكم عليه بعد خمس ست ماتشات اقدر اقول اه ده فعلا ده راس حربة الاساسي بتاع الفرقه. لكن في الاول بيبقى طبيعي ان انا عايز اثبت لجماهير النادي الاهلي ان انا راس حربة كف، ان انا استحق الفلوس اللي انا جيت بيها، ان انا استحق ان انا اكون متواجد مع النادي الاهلي في بطولاته اللي جايه. وان شاء الله يعني انا شايف مستبشر خير ان شاء الله يعني ويكون حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. طب احنا دايما عندنا سؤال في الحلقه يا كابتن، انه مين افضل ثلاث لعيبه من وجهه نظرك في المباراه اللي فاتت؟ واحنا كده بنتكلم على مباراه الاهلي وسيراميكا، عايز اعرف وجهه نظرك في افضل ثلاث لعيبه في النادي الاهلي المباراه اللي فاتت. افضل ثلاث لعيبه يعني لو انت بتكلميني ممكن مثلا ناخدهم كده بالترتيب بس من تحت اللي فوق، يعني الافضل مثلا كان على مستوى التكتيك اكرم توفيق. يعني انا شايف ان هو برده اجاد في مكان مش مكانه، وفي نفس الوقت بيلعب على قد قدراته، وفي نفس الوقت بيحاول ان هو ينفذ الجمل التكتيكيه او بيحاول ينفذ التعليمات بتاعت مستر موسيماني. تاني واحد برده الى حد ما برده ماشي بخطه ثابته برده وكويس جدا اليو ديانج، برغم ان هو من رجوعه من كورونا ممكن تكون اثرت عليه الى حد ما في بعض الاوقات، لكن برده بنفس الكواليتي بتاعته بنفس الجوده اللي هو بيجيد بيها في نص الملعب، بنفس الدفاعيه، بنفس الشراسه الهجوميه اللي موجوده عنده، التكمله بتاعته بتاعت نص الملعب، كل ده يعني برده ماشي كويس. النقطه الاخيره ممكن يبقى في اثنين لعيبه انا مش عايز اظلم حد فيهم، يعني علي معلول وكهربا. الاثنين الصراحه يعني في الفتره دي او الفتره اللي هي ممكن يكون في اصابات او في تقصير في السكواد بتاع لعيبه النادي الاهلي، دول بيظهروا في الوقت ده وبيجيدوا وبيشيلوا المسؤوليه فعلا بشكل كبير، ويمكن علي معلول اكتر كمان سنه من محمود كهربا ان هو بيجيد فعلا ان هو يبقى قائد زي ما بيقولوا كده، مش لازم يبقى في شرط القياده معاه بس على الاقل قائد جوه الملعب، بيقدر يتحكم في رتم الملعب، بيقدر يتحكم في العقليات حواليه اللي بتكون جنبه في الملعب، ودي سمه كويسه فيه، فاقدر اوازن بينه وبين محمود يمكن كهربا. لحد دلوقتي في التصويت يعني وانا متابعه في اكتساح لكهربا على مباراه سيراميكا، ومتهيألي كهربا يعني يا كابتن كلنا ملاحظين انه من ماتش للتاني للتالت دايما اداؤه في تطور، ودايما بياخد ثقه اكتر يمكن في المباراه، واعتقد انه لسه يعني التوب فورم بتاعه او افضل حالي جاي مع الوقت، جاي مع المباريات اللي جايه. اكيد طبعا اي لعيب في الدنيا ممكن بيطلع الموضوع كله واحده واحده، مفيش حد بيطلع مستواه مره واحده، حتى لو يعني رغم الغيابات ان هو جات عليه فتره ان هو برده كان في وقت الغيابات بتاعت كورونا او قبلها كمان برده وقت الوقف، كنا كلنا مستبشرين خير ان محمود كهربا في الوقت اللي هو كان موقوف فيه الفتره بتاعت بعد كاس السوبر المصري، فهو بدا يرجع نفسه. الحته اللي ممكن تكون بتاثر برده دايما على مستواه وممكن تديه دفعيه برده اكتر في حته ان يعلى بمستواه، حته التهديف في كل مباراه. في كل مباراه هو بيهدف فالنفسيه عنده بتبقى مرتاحه جدا، وفي نفس الوقت بيبقى عنده الدفعيه ان هو كل ماتش ان هو يؤدي كويس وينفذ تعليمات المدير الفني على قد ما يقدر، فبالتالي ان هو طالما بيأدي وبينفذ تعليمات المدير الفني فاكيد هيوصل للي هو عايزه ان هو يحط هدف في كل مباراه، ودي خدمه جدا جدا، ويا رب دايما تبقى مستمره معاه لان دي برده هتطور من شكله وهتطور من ادائه مع النادي الاهلي. ولسه عندنا كلام كتير كمان يا كابتن عن باقي اللعيبه وعن الهدف الاول الفتره اللي جايه كاس العالم للانديه، هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع كابتن عبد الله جلال. مرحبا بحضراتكم من جديد، ولسه معايا كابتن عبد الله جلال، واحنا يا كابتن بنتكلم على اللعيبه كده وبنقيم لاعب لاعب. خليني اسالك انه شايف انه وولتر بواليا هيحتاج وقت كبير علشان ينسجم مع النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي ويبدا يهز شباك المنافسين، ولا خبرته في نادي الجونه مثلا وخبرته في الدوري المصري هتخلي الموضوع يحصل بسرعه وبسهوله؟ لا هي بص هي في ليها شقين الموضوع ده، وهي الشق الاولاني راجع ليه هو هو عايز ايه، يعني اي لعيب دايما في الدنيا بيبقى ليه اراده ليه نفسيه ليه هدف، ما طالما حددت هدف وبشتغل عليه وبدور على اقصر الطرق فعلا ان انا اوصل للي انا عايز احقق هدف فيه، فدي هعرف احقق هدف فيه. الجزء الثاني برده راجع برده
للاجواء اللي حواليه، وانا شايف ان الاجواء برضو يعني سامحه ان مساعده جدا. مساعده جدا، يعني ما فيش حد يجي النادي الاهلي ويلبس فانيله النادي الاهلي وما يقدرش يحقق كل اهدافه. صح. ان لم يكن مثلا دلوقتي انت بقى بتعطل نفسك بنفسك، لكن القصه بقى ان مثلا دلوقتي ممكن يكون الجهاز الفني برضو راجع برضو للشغل او الجمل التكتيكيه بتاعت المدير الفني اللي ممكن مثلا تظهر الفيرود بتاع النادي الاهلي. الجزء التكميلي ليه ان انا بقى اقدر انفذ في اقرب وقت واقرب فرصه، ان انا من ربع فرصه ان انا بهدف وبجيب هدف، فده هو اللي خليني اظهر واظهر قدراتي بالمستوى اللي يظهر قدراتي بمعنى اصح. يمكن كمان من اهم اللعيبه في النادي الاهلي واللي يمكن لعب بس 5 دقايق الماتش اللي فات بس كان فارق جدا، كابتن وليد سليمان. اكيد طبعا، ده الحاوي ده. شايف ازاي يعني تألق كابتن وليد سليمان مع النادي الأهلي الفترة دي، وانه قد ايه بيفرق جدا اول ما بينزل الملعب يا كابتن؟ الدنيا بتتغير، شكل اللعب كله بيتغير. ولازم لسه برضو هاخد من كلامي في النقطة اللي انا قلتها لحضرتك من شوية، ان علي معلول ليه دور ان هو بيبقى قائد جوه الملعب. صح. وده الجزء التكميلي لكابتن وليد سليمان. صح. وهو لما بينزل ممكن بيقلب اي ماتش بلغة الكرة، بيقلب اي ماتش. دايما في اي فرقه في العالم بيبقى اللاعب الخبره ليه دوره، مش لازم يبقى دوره جوه الملعب ان انا لاعب اساسي، ممكن ابقى اساسي في خلال ربع ساعه، ممكن ابقى اساسي في خلال شوط. ده اللي بيحدده دايما المدير الفني لما بيديك تعليمات كلاعب خبره جوه الفرقه، ازاي امشي وليك دور امشي بيه جوه الفرقه. وخاصه لما يبقى كل ماتش دلوقتي وليد سليمان محسوب ان انت اللاعب اللي هو بيقلب فعلا اي ماتش لما بينزل او بيبدا. يعني يمكن الفتره اللي فاتت في ماتشين او 3 ماتشات وليد سليمان بدا فيهم. بس الاكتر كله هتلاقي ان لما بينزل بيبقى احسن، مش قصه احسن ان هو يبدا او ما يبداش، لا احسن في ان هو في وقت من الاوقات اللاعب بيبقى محتاج اللعيب الخبره اللي هو ينزل يحرك يحسم الموقف بقى، يحركه ويشغله ويديله الدفاعيه ويديله ويعلي الهمه بتاعته، عكس من ان انا مثلا ابدا اللعيب الخبره من اوله من اول المباراه. في ممكن اللعيبه ما بتستجيبش للعيبه الخبرات بمعنى صح ان هو من بدايه الجيم. لكن النقطه دي انا شايف ان هو مع كابتن وليد سليمان بتفرق، سواء هو بدا المباراه او حتى نزل شوط او نزل نص ساعة، بيقدر يغير الريتم بتاع المباراة، بيعرف يغير العقلية بتاعت اللعيبة مثلا الصغيرة أو الكبيرة حواليه في الملعب، بيقدر يلم الفرقة بمعنى صح، وإن هو يقدر برضو إنه يغير نتيجة المباراة للأحسن. طب خلينا نتكلم على المنافسة في الدوري بشكل عام الموسم ده، وخليني أسألك إنه بعد 6 مباريات أو بعد خد 6 ماتشات في الدوري الموسم ده، هيبقى تويك سهل كما جرت العاده، ولا شايف ان المنافسه صعبه الفتره دي؟ وانا عارفه انه في فرق طالعه اساسا وعامله الحقيقه نتائج كويسه جدا في الدوري، والمنافسه الموسم ده شكلها صعب شويه. صعب. مش بص، ما فيش سيناريو في الكوره او في الدوري المصري عامه بيتكرر سنتين ورا بعض. يعني ممكن كل 3-4 سنين، ممكن كل 5 يتكرر السيناريو بتاع ان الاهلي بياخد الدوري قبل نهايه الدوري مثلا ب7 ماتشات، ودي لو هنركز مع التاريخ على مدار تاريخ النادي الاهلي هتلاقي كل 7 سنين او كل 8 سنين هتلاقي الاهلي بياخد الدوري قبل نهايه البطوله ب7 ماتشات او ب5 ماتشات. الحاجه الثانيه، الفرق فعلا في فرق كتير مستعده السنه دي، ويمكن غالبا ان الفرق اللي صاعده من ممتاز به للدوري ممتاز مستعده اكتر استعداد من فرق كانت قاعده وضمنا الاعاد من السنه اللي فاتت في الدوري الممتاز. على سبيل الذكر وليس الحصر، فريق سيراميكا فريق محترم، يمكن عمل ماتش كويس الماتش اللي فات او الماتشات اللي فاتت دي كلها، عمل نتائج كويسه وعمل اداء كويس قبل النتائج، عمل اداء كويس. هم جايبين صفقات كويسه قوي، وجايب صفقات كويسه وعامل ميكس بين الناس اللي قاعده من اللي صاعده معاه من الفريق، وسواء الناس اللي اشتراها. وفي ميزه برضو عندهم ان هو قدر كمدير فني قدر يعمل توليفه بسرعه في وقت قصير بين الناس القديمه والناس الجديده، او حتى
يطبق شغله مع الناس الجديدة اللي هو أغلب الفرقة الأساسية منها، قدر يطبق معاه شغله ويحفظهم بسرعة ويقدر إن هو يعمل حاجة كويسة سواء أداء أو نتيجة. طب تتوقع مين يكون الحصان الأسود البطولة الموسم ده؟ الحصان الأسود ممكن هو غالبا سيراميكا، يعني غالبا سيراميكا لو فضل ماشي بنفس الريتم ده أو بنفس النتائج دي أو بنفس الأداء ده ممكن يعمل حاجة كويسة، وممكن يكرر السيناريو بتاع إنبي في أول سنة صعود ليه، برضو كان حصان أسود وكان من ضمن المربع الذهبي. طيب لو اتكلمنا على كأس العالم للأندية الفترة اللي جاية، كل الجماهير الأهلي يعنيها على كأس العالم للأندية، سواء كان إن احنا نحقق مركز متقدم أو إن يبقى البطولة من نصيبنا. يعني يمكن كان موسيماني يتكلم في ده يا كابتن وقال إنه صعب وإن احنا لازم نكون واقعيين وإنه ما فيش فريق إفريقي قبل كده توج بكأس العالم للأندية. أنت شفت التصريحات دي إزاي؟ لا، هو التصريح بتاع مستر موسيماني فكرني بتصريحين. التصريح الاولاني لكابتن جوهر الله يرحمه، كان في بطوله 98 قبل البطوله مباشره، كان مسافر، قال للصحفيين كلهم وقال للناس كلها احنا رايحين عشان المركز ال13 او غالبا هناخد المركز ال13 في البطوله. ده التصريح الاولاني. التصريح الثاني ده على المستوى يعني حصل معانا شخصيا، كان مستر مانويل جوزيه معانا في كاس العالم للانديه 2006، ومن ضمن كلامه كنا رايحين قبل البطولة يعتبر تقريبا بعشرة أيام، ومن ضمن كلامه كان معانا أنه لازم تصدق عشان توصل لحاجة معينة، أو عايز توصل لحاجة معينة، أو عايز توصل لأبعد مكان في البطولة دي، لأن البطولة دي قصيرة جدا فعلا. وبإيدك أنت تخليها ماتش، وبإيدك أنت ممكن تخليها 3-4 ماتشات وتوصل للي أنت عايزه. في كل ماتش كان بيقول لنا لازم تصدق الحاجه اللي انت ممكن توصل لها، وكان على لسانه يعني ما فيش غير كلمه بليف صدق. دي كانت يعني لازم آمن. لازم على طول. حتى من ضمن الاهداف اللي احرزها في لافيو كان هدف التعادل مع انترناسيونال البرازيلي، بعدها على طول هو واقف على الخط وقعد برضه يصرخ بنفس البتاع بليف. فهي القصه كلها وانت رايح لحاجه معينه لازم تصدق انت رايح لايه. مستر موسيماني ممكن يكون بيتكلم برضو تصريحاته برضو بينايم. يعني الى حد ما مش عايز اقول بينايم برضو، يعني هو تصريحاته ادرى بيها يعني. أيوة. وبرضو يعني مش عايزين نقول برضو يعني ممكن يكون برضو بيهدي الراي العام، لان الراي العام برضو او السوشيال ميديا برضو اتكلم بواقعيه. انا مش رايح العب مثلا ماتش واحد ولازم اخد فيه المكسب واخد البطوله وهرجع، لا ده انا لازم هلعب ماتش واكسبه واخش على ماتش تاني اقوى من الماتش الاولاني واكسبه، وبعد كده هقابل بطل اوروبا. فدي كلها هو بيتكلم من منطلق واقعيه كره القدم. واقعيه كره القدم انا عشان اوصل للحاجه دي لازم اكون واقعي معاها، احترمها، استعد لها كويس جدا، استعد لها، ودي خاصه لازم احط تحتها 100 خط حته استعد لها. مش هقول لك بقى بالصفقات، ولكن على الاقل لازم اهيئ الجو العام للفرقه بتاعتي ان انا لما اروح هناك واقابل فرق على المستوى العالي زي بطل اوروبا كده هعرف اتعامل معاه ازاي. طب وانت شايف من وجهه نظرك انت البطوله دي شايفها ازاي لينا؟ لا انا على المستوى الشخصي انا جربت الاجواء بتاعت كاس العالم للانديه، يعني انا جربتها، هي لازم تبقى فيها ممكن يكون اختلاف الارض مثلا قطر من اليابان، الاجواء هنا حاره او الاجواء هنا برد، لكن الاجواء نفسها بتاعت كاس العالم نفسه ان انت بتبقى رايح اولا اللعيب بيبقى مبسوط جدا، ثانيا بيبقى في يعني اجواء خاصه بمعنى ايه. افضل ذكرياتك فيها كده فكرني. يعني افضل ذكرياتي فيها كاس يعني المركز الثالث طبعا، واحنا بنستلم الميداليه بتاعت الميداليه البرونزيه بتاعت كاس العالم للانديه، فدي من افضل الذكريات ليا هناك يعني. لكن الاجواء نفسها في ان الواحد يعيش ازاي مثلا بيبقى رايح التمرين في ملعب معين في باص معين، صحفيين بشكل بيغطي البطوله بشكل معين، مش يعني مش تقليلا لدور الصحافه المصريه، ولكن في تنظيم اكتر في حته ان انا مثلا كصحافه تتعامل ازاي مع اللعيبه او تتعامل ازاي مع الجهاز الفني في المؤتمرات الصحفيه، نوعيه الاسئله، الكواليتي بتاع الملاعب نفسها، التوقيتات نفسها بتاعت النزول للملعب والخروج، كل دي توقيتات مميزه الواحد برضو بيبقى في الذاكره يعني ما ينساهاش. اكيد، وبنتمنى اكيد ان شاء الله التوفيق طبعا للنادي الاهلي في البطوله دي. وخليني اسالك، شفت ازاي قرعه دوري ابطال افريقيا ومجموعه النادي الاهلي؟
يعني هو السوشيال ميديا ما خلتش حد ما يتكلمش في حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه الصحافه والاعلام او اللي هم مثلا ايه، مش عايز اقول اللي بيكرهوا النادي الاهلي، بس ما يعني لما تيجي تتصور يقول لك ايه اصل قرعه النادي الاهلي سهله وقرعه النادي المنافس قويه. لا، هي مفيش حاجه سهله ومفيش حاجه قويه. ايوه، كل فرقه صعدت وبتلعب في مجموعه النادي الاهلي بطل في 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 بلدها. فاكيد عشان كده صعد ولعب طبعا. قبل ما يلعب قبل ما يصعد للقرعه دي، فصعد على اساس ان هو بطل. الحاجه الثانيه كل فرقه هتقابل النادي الاهلي هتقفل وهتبقى في يعني هيبقى في درجه تركيز عاليه وهو بيلعب النادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي بطل افريقيا. صح، الطبيعي ان انا وانا بقابل بطل افريقيا ابقى على اتم استعداد. على أتم طبعا استعداد في كل النواحي، سواء فنيه بدنيه، حتى الكواليس اللي هي خارج الملعب برضو ببقى واخد الانتباه ان انا لازم اعمل حاجه كويسه قدام النادي. فمفيش حاجه اسمها سهله ومفيش حاجه اسمها صعبه. انا اللي بسهل وانا اللي بصعب. النادي الاهلي هو بيروح بينافس في اي بطوله وبيخش فيها، ما بيفرقش معايا المجموعه سهله ولا صعبه. والدليل على كده ان احنا السنه الموسم اللي احنا خدنا فيها البطوله كان معانا النجم الساحلي وكان معانا الهلال السوداني، وكان في كلام كتير انه دول مجموعه قويه والنادي الاهلي ممكن ما يصعدش، وقفت معانا على اخر ماتش اللي هو بتاع الهلال السوداني. ولكن الحمد لله بروح فانيله النادي الاهلي وبتصميم النادي الاهلي واللعيبه بتاعته قدرنا نعدي وعملنا كل حاجه الحمد لله. وتقييمك ايه للانديه دي؟ يعني لو فيتا كلوب او المريخ او سيمبا، شايف مثلا مين فيهم فريق القوي قوي او الاقوى في الثلاثه؟ انا شايف ان هم كلهم كواليتي واحد يعني الدرجه كلها ممكن تكون واحده. الدليل على كده ان هو كمان يعني ممكن يكون برضو الدرجه واحده داخل ملعبه بس. يعني داخل ملعبه بس كل الفرق الافريقيه، والحمد لله ان احنا بنلاعب فرق افريقيه خالصه، يعني ما عندناش برضو يعني ما عندناش فرقه مثلا ممكن من شمال افريقيا، لان احنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده ان شمال افريقيا بيعتمد برضو على حته ان في تنافس جامد جدا بين الفرق بتاعت شمال افريقيا وبيبقى في حساسيه بينهم. لكن حته ان انا مثلا الاهلي بيلاعب فرقه من 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 افريقيا او من غرب افريقيا او من شمال افريقيا من غرب افريقيا او من شرق افريقيا، كل ده بيبقى فيه حته بقى ان اللعيبه الافارقه بتبقى عندها بس ايه حته ان بعلي التركيز ان انا عايز اعمل ماتش كويس قدام الايه قدام النادي الاهلي، بعكس شمال افريقيا بيبقى في تنافس جامد جدا ان انا عايز اخد البطوله بشكل عام. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اقولها برضو ان الفرق دي برضو كلها بدرجه واحده جوه ملعبها بس، وان يكن برضو ان احنا النقطه برضو اللي انا عايز افتكرتها دلوقتي ان كل الفرق دلوقتي حته كورونا دي اثرت عليها. لان حته الجماهير برضو بيستغلها جوه ملعبه. كل الفرق دلوقتي ما بقاش في بتلعب بدون جماهير. فحته اللعب بدون جماهير دي هتبقى تعتمد على الناحيه الفنيه بس مش اكتر. طيب شايف ازاي شكل النادي الاهلي دلوقتي بعد التدعيمات الاخيره، وكان اخرها يمكن وولتر بواليا؟ يعني احنا عندنا متهيألي دلوقتي اكتر في كذا مركز اكتر من لاعب، وتقدر لو ده مش موجود للاصابه ده موجود مكانه. شايف قد ايه النادي الاهلي دلوقتي الكواليتي بتاعت او الجوده بتاعت اللعيبه بتاعته سواء الاساسيه او دكه الاحتياط؟ اكيد الكواليتي عاليه جدا. يعني انت معلش ما فيش صفقه تمت الفتره اللي فاتت غير واحنا لازم تكون الاهلي بجهازه الفني او بالاداره درستها ماتش واثنين وثلاثه وممكن موسم كمان كامل. يعني ما فيش حد دخل من باب النادي الاهلي غير والاهلي واخد تقييم 100% ان اللاعب ده هيفيد النادي الاهلي في المرحله اللي جايه، وهيفيد اكتر من اللي مشي، مع احترامي الكامل للاعيبه اللي مشت من النادي الاهلي. لكن القصه كلها دلوقتي احنا بنتكلم برضو كنا لسه بنتكلم من الماتشات اللي فاتت حصل ضربات بسبب سواء اما كورونا يا اما الاصابات. لو ما كانش في البديل الكفء اللي يعادل اللاعب الاساسي او اللي يكون اقل منه بدرجه بسيطه خلاص، ما كانش النادي الاهلي وقف على ارض صلبه زي ما بيقولوا كده الفتره دي وقدر يعدي المرحله بتاعت اللعيبه بتاعت اللي جالها اتصابت بكورونا او سواء اصابات عضليه. وان الكواليتي لما يكون برضو قريب من بعض ويبقى في درجه عاليه من ان اللعيب الاساسي زي اللاعب الاحتياطي او الاحتياطي زي الاساسي، دي بتدي حاجه كويسه للمدير الفني ان انا اقدر
اختار بشكل كبير جدا من اللعيبه اللي عندي، وما اقدرش حتى ما اقدرش اخاف في وقت من الاوقات ان انا لو اللعيب ده اتصاب اللاعب الاحتياطي ما هقول مثلا ممكن ما اديش مكانه، لا هيأدي وهيبقى احسن منه كمان. مين افضل مدافع محترف في الدوري المصري؟ افضل مدافع محترف يعني هو لغايه دلوقتي بدر بنون ما شاء الله عليه، يعني مش عايزين نحسده يعني بيمسك الخشب، يعني ماشي بخطه ثابته، ماشي كويس، بيأدي دوره كويس، لعيب كواليتي عاليه، تفكير عالي، تقدر ثقة في النفس وشخصيه اكيد طبعا، لان لعيب منتخب مغرب يعني لعيب منتخب مغرب، او ممكن يكون مش لعيب اساسي، بس برضو منتخبات الكبيره زي المغرب كده ما بيبقاش فيها حاجه اسمها اساسي واحتياطي، ممكن في وقت من الاوقات يبقى ليه دور ويبقى لعيب اساسي ويقدر يكمل مسيره مع منتخب المغرب، لان هو الحمد لله بشكل كبير مقدم على النادي الاهلي سواء على مستوى الدفاعي بشكل شخصي اللي هو مان تو مان، او بشكل تغطيات بقى اللي هي بقى الشغل الفني اللي هو ممكن اطلع انفذ تعليمات مستر موسيماني. بشكرك جدا كابتن عبد الله جلال، نورتنا الحقيقه في برنامج السادسه ودايما بتنورنا يا كابتن. ده نور حضرتك ونور الساده المشاهدين ونور جماهير النادي الاهلي طبعا. بشكر حضرتك جدا وبشكر حضراتكم على المتابعه، بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.